كانت أرض زراعية، بعدين صارت عرصة معدلة للبناء، بعدين صارت الظروف القاهرة اللي صارت هيك عنا بالبلد وتنازلنا عنها. بعدما غصت مستشفياتها وبراداتها بقتل الزلزال المدمر، حول ابن مدينة جبل المنكوبة في محافظة اللاذقية غرب سوريا محمد الداية أرضه إلى مقبرة لدفن الضحايا، فيما تتراجع شيئا فشيئا فرص العثور على ناجين. ويقول الداية فيما تتوالى الجثامين إلى أرض كان يزرعها بالطماطم والفلفل وينوي بيعها لاحقا، إنه لم يكن يتوقع أن يأتي يوم تتحول فيه هذه الأرض إلى مقبرة. وبكل صبر وعزيمة يضيف محمد قائلا: لم نستطع أن نساعد الأحياء، فعلينا أن نكرم الأموات. اليوم صار عندنا 19 واحد من امبارح المساء، بس من امبارح المساء، واليوم إسا هلأ جايين على الطريق وما بنعرف يعني قديش فيه، ما بنعرف يعني العدد، ما حدا بيقدر يحصروا هلأ. وفي شارع الريحاوي في جبلة يسابق عمال الإغاثة من السوريين واللبنانيين الذين أتوا لمد يد العون الوقت لانتشال عالقين تحت مبنى سقط بالكامل في زاوية ضيقة تصعب عمليات البحث فيها. هيدي الهزة اللي صارت من أصعب المخاطر اللي أنا شفتها، من أصعب المباني اللي نزلتها، من الصعوبة المطلقة إنه تقدر تسحب الجثث بالهي من تحت الأنقاض. ومنذ بدء عمليات البحث قبل 5 أيام انتشل 9 أحياء فقط من تحت المبنى وأكثر من 20 جثة، ولا يزال هناك أكثر من 15 عالقين تحت الأنقاض بحسب ما أبلغ سكان الحي فرق الإغاثة. وطال الزلزال المدمر 5 محافظات سورية، بينها محافظة اللاذقية الساحلية في غرب البلاد، وأوقع فيها أكثر من 500 قتيل، فيما تدمر أكثر من 100 مبنى على رؤوس ساكنيه وفق السلطات. وأودى الزلزال المدمر بحياة أكثر من 23,500 شخص في سوريا وتركيا، بينهم 3,377 شخصا في سوريا وفق حصيلة غير نهائية للحكومة وفرق الإنقاذ.